يلا يا هلا فيكم من جديد مستمعين الكرام في تغطيتنا. يقول لك يقول لك اذكريني كل ما فاز الهلال، كان ودك طول عمرك تذكريني. الله، طبعا معروف ما في اجمل من الابداع الشعري اللي دائما مع حبيبنا فارس. فارس الرضا، نمسي عليك ونقول لك الف مبروك البطوله. الله يمسيك بالخير حبايبي انتم، ويبارك بعمرك، والف شكر على هالتواجد الجميل. اهلا وسهلا، واحنا سعيدين بتواجدك معنا، واكيد ان اليوم لازم نسمع شيء جديد. حفظنا هذه وحفظنا الاصدار الاول، لكن اكيد في شيء جديد بالنسبه للهلال. اول شيء انا بحمد الله واشكره كثير على نعمته على نادي الهلال التي لا تعد ولا تحصى. الهلال في أسوأ ظروفه، في أسوأ موسم، يحقق البطولة ولقب الهداف ويتربع القمة في دوريين متتاليين. الهلال جدير بأن يجد من يدرس هذا النادي، يعني لا يستحق أن يدرس كيف يدار هذا النادي، ما هي الجينات التي تسري في جسد هذا البطل العظيم. فأحمد الله واشكره، عسى الله يديم الهلال هذا على يعني كل الأصعدة أقولها. أما بالنسبة للشعر، والله العظيم أن الهلال هزم اللغة وهزم أبجدية الحروف وهزم الشعراء وهزم الكتاب. يا أخي من فضل الله، كل ما كتبنا وقلنا خلاص احنا سوينا شيء حلو، جاك الهلال جاب شيء أحلى وسوى فيك أكثر مما يسوي في الأندية. بس الهلال لقى فيك العاشق والشاعر بنفس الوقت، شيء كبير بالنسبة للهلاليين أنه يسمعون شاعر وعاشق لفريقهم. وما في شك، يمكن إذا أنا في شيء أبي أفخر فيه يعني في هالمناسبة، وما دامنا على الهواء، أنه لله الحمد وفقت بتكليف من إدارة نادي الهلال من تقريبا سنتين بكتابة النشيد الرسمي لنادي الهلال. يا سلام. واللي اليوم على دخول يعني بداية التتويج في استاد الملك فهد، تم إذاعة النشيد رسميا لأول مرة في الملعب. فهذه بالنسبة لي يعني هي قمة الأمجاد الشخصية اللي ممكن أنا أنتظرها في احنا على الهواء ترى ما سمعنا، لازم سمعنا. هو نشيد الرسمي هنا الهلال. هنا الهلال مجد تليد لا يطال، هنا الهلال فخر الزعامة والرجال، وطن السعادة والحياة وأمان كل العاشقين، لا ينتني عن مبتغاه بطل بعزم لا يلين، في كل أرض يعزف المجد نشيد، ودماؤنا الزرقاء تهتف بالوريد، يحيى الهلال يحيى الهلال يحيى الهلال. الله الله الله، صح حسانك، يا حظ الهلاليين فيك. طبعا الله يسعدك، يعني أحب أني أشير أن هذا العمل من الحان العظيم الدكتور عبد الرب إدريس. يا سلام، ما شاء الله. ولذلك وغناء المجموعة طبعا، ولذلك طلع بشكل إن شاء الله أنه يليق أو يجاري، ما يجاري إلا يعني يليق على الأقل ولو بنسبة بسيطة بنادي الهلال. طيب خليني أسألك عن متى حسيت أن الهلال له الدوري أو الدوري يبغى الهلال؟ والله الدوري من بدايته هو يبغى الهلال، بس الهلال ما كان يبغى الدوري. كان يعاند حتى تبغى شرح. كان الهلال يعطي كأنه يقول بعطي فرصة للآخرين. فأكثر من مرة يقدمهم، تفضوا سموا، بعدين بالأخير ما شاف إن ما حد قده واستلم زمام الأمور. طبعا أنا أقول بشكل عاشق مو بشكل فني، لكن حقيقة الهلال عانى فنيا جدا السنة هذه، ولاحظ الجميع من خلال يعني إقالة المدربين، تقريبا 4 أو 5 مدربين اللي أشرفوا عليه في فترة وجيزة، ويوم تناظر بقية يعني الأندية، جميع الأندية عانت عانى كبيرة. صحيح. أيضا في الدوري، ولكن يظل كبير كبير. طيب وانت دائما كبير بحضورك وبروحك وباخلاقك، ما شاء الله عليك، وبشعرك المميز في كل مجالات، وزي ما قلت الهلاليين سعيدين فيك دائما. الف شكر شاعرنا الجميل فارس الرضان على تشريفك، وانت على فكره دائما متعاون معنا والله في كل الظروف. والله انتم احبه، وترى لكم فضل علي ام بي سي اف ام، انا احترمكم واحبكم واقدركم، وانا اشكرك شخصيا واشكر اخوي عبد العزيز، وان شاء الله اننا دائما نلتقي في هالحلقه ان شاء الله. الف شكر والف مبروك مره ثانيه. شكرا، الله يبارك فيك. طيب والله